ساعات بيبقى السهل صعب لما نتمنى والدنيا عمر ما حد جالها وعاشها من غيرها والدنيا عمر ما حد جالها وعاشها برشا وعملنا جو ياسر 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 محلى ساريه نجا ساره في فورمه كبيره وجمهور كان فريمون هايل هذاك اللي خلاه يظهر لي يزيد يحفل مليح وانا اول مره نحضر له معناتها هكا في سبيكتاك معناتها في تونس حمامات كل شيء انا عجبني ويعطي الصحه كان جو حلو مزيان ومحلاها تونس هكا سهرية حلوة برشا أما الوقت شوية بالكل اللي عديه اللي عديناه شادين الصف أكثر من الوقت اللي غنى فيه بون سيتي مانيفيك حلوة برشا أما الوقت شوية فرانشمون تو ديبو سيتي مانيفيك معناها غنى غنى وعمل جو وكل شيء مي أبخي معناها أبخي جيتي ديسو إي نابا ريسبكتي سون أودونس معناها ساعة وأربع دراج معناها سي ترو شوية بالكل بارابور معناها للدوغي نتاع الكونسير بون ربي يهديه وكهو السواغي هي حلوة هو تبارك الله عليها كل شيء عجبني حاجة واحدة خايبة كي كمل في ساعة واربعة الكونتخان نغمل مو دوزوغ وأي مغني يجي دوزوغ ما فهمتش علاش هو ساعة واربعة وبرغم الأول عرف قال أحسن جمهور ولا منعرف شنو اللي قال ما مش معقول راهو يعمل هكا حقيقة يعني أول شيء بتشرف في هذا البلد العظيم وشعب تونس الغالي على قلبي وهن أكيد بيعرفوا أنا عشرة عمر بين وائل جسار وبين الشعب التونسي يعني نحن عم نحكي من الستة وتسعين
يعني حوالي راح يصيروا 30 سنة يعني تقريبا. ف بحبهم زي ما بحب يمكن عيلتي. وبعدين التفاعل اللي بيعطوني اياه بصير اعطي اكثر انا. يعني مثلا الحلو بالشعب التونسي هو انه ما بينسى. يعني لما يحب فنان ويحب اعماله ما بينساه، لو غاب عنه 100 سنة بيرجع حافظ له أغانيه، بيكون عن ظهر كسب مثل ما بيقولوا. فأنا عشقي لهذا الشعب لا حدود له، هذا اللي بيقوله. بس محبتهم غالية، فأكيد رجعت. وأنا كنت حابب أغني لهم بعد، يعني أنا كنت حابب أغني لهم بعد. نحن بالمبدأ يعني طبعاً القيمين على هذه المهرجانات، ونظراً رح نحكي بكل صراحة، نظراً للأوضاع الاقتصادية بالعالم كله، يعني صار الفنان لازم يشعر ويكون حد المتعهدين وحد مدراء المهرجانات، عشان الناس ليها حق علينا، ليها حق تشوفنا. بس إذا كان الـ يعني إذا بدك البادجت عالي جدا، فأكيد أكيد يعني رح يكون في تأثير على المتعهد وعلى مدراء المهرجانات وعلى الناس حتى. فعملنا هيدي الطريقة إنه نحن نصف لبناني ونصف تونسي. وطبعا الفرقة التونسية من الفرق الرائعين جدا، يعني اللي بيقدموا فن جميل يعني، فما بينخاف عليهم يعني. أنا لا أعد نفسي من الملحنين، بس إذا لقيت حاجة كلام عجبني وحسيته ولحنته بطريقة معينة مثل ما أنا حابه يكون، فأكيد ليش لا. مين منا ما في يعني مين منا بالحياة مش مارق بفترة حزن؟ كلنا، ما في دون استثناء. هذا الشيء اكيد مش حلو، لازم ضل الفرحه بقلوبنا والى اخره، ولكن اوقات الحزن بيقوينا، يعطينا بوش لقدام حتى نفكر بطريقه احسن. بالمبدا سينجل، بس في شركه هلا حاليا عم تحكيني ممكن يكون في البومات، بس بالمبدا هلا لفتره قصيره لا، أغاني سينجل. راح يكون في أغنية عيان راح تكون بالريبرتوار، راح يكون ما تغبش ثواني أغاني الجديدة، وراح يكون في ولا في الأحلام. من فترة قصيرة جدا ابتديت أني أكون أكثر أكتف على السوشيال ميديا، ومؤخرا صار عندي حساب على التيك توك وائل أندرسكور جسار، هذا حسابي الرسمي، وعم بتفاعل مع الناس، وعم بيكونوا إذا يمكن عم تتابعوني عم بيكون في كتير 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 يعني متابعة على تيك توك عندي، وإن شاء الله رح تستمر هذا الشيء. مع بنتي طبعا كانت ترند، هذا الظهور كان ترند، يعني حوالي 5.5 مليون كان الفيوز، ف which is very good يعني. أنتوا دايما بقلبي وما بنساكن، مستحيل أنساكن، لأنه التفاعل اللي بتقدموه للفنان مستحيل يتنسى. وأنتوا كجمهور، أنتوا كلكن ناس سميعة، ناس عندكن أصوات حلوة، يعني بتمشوا على التوناليتي تبع الفنان، وهذا قليل ما تشوفيه بالعالم العربي. فالتوانسة أنا بقول كلهم مطربين. والعين
عمامة. Thank you.